وهلأ السيد لطفي كيف شايف حالك؟ تعبان تعبان يا دكتور، حاسس نهايتي رح تقرب. لا لا يا سيد لطفي، ما بصير تحكي هالحكي، شد لي همتك منيح. ليش عاد فيني همة يا دكتور؟ سيد لطفي، صحيح انه وضعك الصحي دقيق شوي، بس هذا مو معناته انك تستسلم للمرض واليأس، لانه بهيك حالة الوضع النفسي ممكن يساعد كتير. طبعا يا سيد لطفي، يعني لازم تتحلى بالصبر والإرادة لحتى تقدر تجتاز هالمرحلة. أنو إرادة وأنو صبر هاد؟ على كل حال شو بيجي من ربك يا محلى؟ هلا سيد لطفي حطينا لك شوية مسكنات بالسيروب، رح ترتاح عليها، بس إياك تجهد نفسك. حاضر حاضر، عليك العافية إن شاء الله. الله يعافيك. طمني شو الأخبار دكتور؟ بصراحة يا مدام جوزك حالته ميؤوس منها. يعني ما عم يتحسن؟ للأسف يا آرسي ما في تحسن أبدا. طيب شو رأيكم نرجع للمستشفى؟ لا ما في داعي نهرب، لأنه اللي ممكن يعملوا له بالمستشفى نحن عملناه هون. بس يلي بحيرنا انه لحد هلأ ما عرفنا شو اللي معه بالضبط. المشكلة انه ما في عنا تشخيص محدد للحالة. طيب من ايش عم يشكي؟ الحقيقة عنده ضعف عام بكل أجهزة جسمه، أسيد أوريك، كوليسترول، شحوم ثلاثية كلها مرتفعة معه، حتى أغشية القلب ملتهبة، والكبد عم يشتغل بربع طاقته، والكلاوي على أضرب، وغدة البنكرياس محتمل تتوقف بأي لحظة، منشان هيك نسبة السكر عنده ما عم تستقر أبدا. الحقيقة يا جماعة الضغط عنده مو مستقر أبدا، والرئتين فيهن مي وبلغم، وعنده التهاب شديد بجدار المعدة، وفي ارتخاء عام بالعضلات. بصراحة يا جماعة وضعه ميؤوس منه، بجوز ينصاب بأي لحظة بسكتة دماغية. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش هيك صار معه على غفلة؟ من ثلاثة أيام ما كان في البلد، بقى من وين اجتك لهالشغلات؟ الحقيقة لا نحن ولا كل أطباء المشفى اللي عينوه قدرنا نوصل للسبب الحقيقي. يعني هالحالة نادرة شوي، وهالتدهور المفاجئ بعمل أجهزة الجسم حيرنا تماما. طيب شو رأيكم نسفره لبرا؟ الحقيقة ما بخفيك يا مدام، أنا والدكتور عرضنا حالته على أعظم أطباء العالم عبر شاشة الأنترنت، بس ما أخذنا جواب الشافي. يعني بصراحة ما في فايدة من السفر. طيب والحل؟ معقول نتركه هيك؟ خلوا إيمانكم كبير وسلموا أمركم لله، وادعوا له بالشفاء، نحن بانتظار معجزة إلهية تنقذه من الوضع. يا رب يا رب تشفيه على أهون سبب يا رب. خير بابا؟ لازمك شي؟ بدي أشوف شريك يا عاطف ضروري. إيه بس عمو عاطف بالله تقيل. اتصلوا في خليجي فورا، أنا لازم شوفه قبل ما أموت. بعيد الشر عنك بابا، بترجاك ما تحكي هيك حكي. خلص هلأ بتصل فيه وبخبره. بابا الله يرضى عليك، عبي لي كاسة مي لأشرب. يا تكرم عينا. ألو، أهلين نادية، أهلين حبيبتي، كيف البابا طمنينا عنه؟ شو هالحكي؟ هيك قالوا الدكاترة؟ الله يشفي ويعافي، والله أبوكي ما بيستاهل. إيه حبيبتي إيه، خليكن حوالي لا تتركوه. عاطف؟ عاطف والله بالله دقيقة بكرة لحتى يجي. هو هيك قال؟ طيب طيب حبيبتي ولا يهمك، هلأ بتصل فيه على الموبايل وبخليه يجي فورا. لا حبيبتي سلمي لي على الماما.
الله معك. ألو نعم. أهلين هنادي. أهلين حبيبتي. شلونك؟ شلون الأحوال؟ شو هالحكي؟ بالله العظيم مني اللي خبرك؟ أيوة أيوة قسما بالله لطفي ما بيستاهل أبدا. إيه طبعا طبعا ما أحلاني ومقصر والله. لا 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 مو مشكلة، الشغل بيتأجل، رح أترك كل شيء وضب أغراضي وأنزل. أوكي حبيبتي أوكي ماشي الحال، إلى اللقاء بالشام. نعم بجيب لك شيء معي؟ ما بعرف مثل شو بدك انت؟ سمك؟ ايه على عيني وراسي وجزريه تكرمي. طيب طيب مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. بتعرفي يا هنادي؟ ايه حبيبي والله قلبي قامطني من هالروحه، ما بعرف مالي مرتاح مالي مرتاح. معك حق حبيبي، الوضع مانه سهل ابدا. يعني بتعرفي انت عشرة عمر انا وياه وكتير صعب علي هيك موقف، يعني بصراحه ماني عارفان كيف بدي اقابله وشو بدي احكي معه. انت حاول تخفف عنه وتشجعه وبجوز لما يشوفك تتحسن نفسيته. ايه الله يقدرني اتحمل هيك موقف وما اضعف قدامه وابكي، لانه لطفي لطفي يا هنادي مو بس شريكي، لطفي رفيق عمر عشرة دهر انا وياه وانت بتعرفي. لا اوعك إذا بكيت قدامه بيحس إنه وضعه ميؤوس منه. بقى تسلم لي، فوت لعنده وإنت مشروح القلب وضحكتك واصل عند أذانك. يلا حبيبي يلا. ماشي الحال. رح أحاول جهدي. صحيح الشغلة صعبة علي، بس شو بدي أساوي؟ رح أبذل جهدي، ماشي الحال. يلا اتكل على الله. ماشي. عم بستناك، يلا حبيبي. شو بدنا نساوي يا عاطف؟ هذا اللي صار، بس أملنا بالله كبير. لا إله إلا الله، إن شاء الله بيتعافى وبيجبر خاطركم بأسرع وقت ممكن. إلهي إلهي تطعمنا ولا تحرمنا يا رب. بس دخيل عينك عاطف، ما بدي إياك تخليه يجهد حاله بالحكي لأنه الدكاترة مانعينه عن الكلام. ولو لا توصي حريص، مو وقت أحكي له قصة عنتر هلا. يا الله شو؟ شايفك متسطح وقابض جد؟ ما على قلبك شرب يا هجول، عرضية إن شاء الله. خير شو في؟ شو القصة؟ أهلين أخي عاطف. يا أهلين. الحمد لله شفتك قبل ما أموت. بعيد الشر عنك يا رجل، شو هالحكي المكرب هاد؟ ما فيك شي يا رجل، عرضية إن شاء الله. أخي عاطف، عود واسمعني ولا تقاطعني لخلص كلامي. تفضل، أنا بأمرك. أنا هلا بين ايدين الحق عز وجل ولازم ريح ضميري وبرئ ذمتي قبل ما اموت يا عاطف. ايه سلامة قلبك يا رجل، شو الحكي هاد؟ اخي عاطف انا انسان سافل. عفوا شو قلت؟ ايه سافل وحقير ومنحط وشجع وطماع كمان. اللي ليش؟ ليش؟ لاني خنتك. خنتني؟ ايه نعم، خنت الخبز والملح، خنت الصداقة اللي بيناتنا. أنا من 20 سنة وأنا عم بطعنك بالظهر وأنت ولا مالك دريان بشي، مثل المصحف المطوي، لأنك قلبك طيب ومعدنك أصيل. ما فهمت عليك، ما فهمت عليك لطفي، يا ريت توضح أكتر. رح وضح. بتتذكر سرقة المستودع من حوالي 5 سنين؟ طبعا بتذكر، يومها رحلنا بضاعة بحوالي 2 مليون ليرة وما نعرف مين الجاني. أنا الجاني. أنت؟ إيه أنا اللي بعت ناس ليسرقوا المستودعات وبعت البضاعة بالسر من دون ما تدرى. طيب ليش؟ ليش يا لطفي؟ لا تسأل ليش، بس اسمع. تتذكر صفقة الموز يلي استوردناها أول ما الدولة سمحت باستيراد الموز؟ إيه طبعاً بتذكر، يومها خسرنا فيها حوالي 1 مليون ليرة لأنه أسعار الموز نزلت وتشرشحت كتير. لا يا سيدي، الصفقة ما خسرت ولا ربحت،
بس أنا زودت بالفواتير وأقنعتك إن الصفقة خسرت لحتى أخذ منك المليون ليرة. معقول يا لطفي؟ لك شو عم تهزي أنت؟ سيارتك المرسيدس يلي اشتريتها من عضو مجلس الشعب. إيه؟ شو بها؟ أنت آكل فيها خازوق مرتب لأنك دافع زيادة عن حقها 400,000. ومين يلي خوزقني؟ أنا اللي خوزقتك ولطشت منك 400,000 ليرة وحطيتهم بجيبتي. العم علي شغلي، معقولة اللي عم بسمعه؟ تفضل عم. ايه والله يسلموا هالإيدين، اجت بمحلها لأنه نشف ريقي. صحة وهنا. على قلبك إن شاء الله. بابا تركينا لحالنا شوي. حاضر بابا. عاطف. نعم. بتتذكر صفقة الحديد اللي مرقناها وقت كانت أزمة الحديد مستفحلة بالبلد؟ ايه طبعا بتذكر، يوما رشينا المسؤول بمليونين ليرة مشان نمرق هالصفقة، وهلأ المسكين ملحوش بسجن عدرا بتهمة الفساد. يا سيدي يوما عطيته مليون وحطيت بجيبتي مليون. شو الحكي يا لطفي، معقول؟ ايه نعم هذا اللي صار يا عاطف. تتذكر مناقصة الأخشاب يلي كنا نشترك فيها وانسحبنا باخر لحظة؟ ايه نعم بتذكر، ويوم ما اقنعتني انت انه فيها مخاطرة لانه اسعار الخشب مو مستقرة. لا يا سيدي، كانت اسعار الخشب عم تطلع والربح مضمون بالمية مية. طيب ليش خليتنا ننسحب لكان؟ لاني قبضت إكرامية 500,000 ليرة من مروان بطرني تاجر الخشب لحتى ننسحب من المناقصة. العمى. بتعرف مين اللي اشترى منك محضر كفرسوسة قبل ما تتنظم وتنط الأسعار؟ على علمي تاجر أراضي، ما عاد اتذكر اسمه، بس اللي بتذكره اني انا بعت المحضر من هون وارتفعت الاسعار 50 ضعف من هون. انا اللي اشتريت المحضر وتاجر الاراضي كان يشتغل لحسابي. لك شو الحكي يا لطفي، شو الحكي؟ قدرينا انه المنطقة راح تتنظم فقمنا اشترينا منك المحضر 700,000 ليرة وبعد شهرين بعناها ب30 مليون. الله لا يعطيني العافية ما اغباني. لك معقولة كل هالشي يطلع منك يا لطفي؟ هو أكتر شايف السكرتيرة اللي عندك بالمكتب نجلة؟ ايه شو بها؟ هي أنا اللي بعت لك إياها من تحت لتحت عشان تشتغل عندك جاسوس لحسابي، وكل شهر كانت تقبض مني 10,000 ليرة لحتى تنقل لي كل أخبارك. وأنا اللي كنت مفكرة أمينة ومخلصة. لا وشو، رحت الشهر الماضي صرفت لها مكافأة ب5,000 ليرة. هذا هو الواقع، المي ماشي من تحتك وانت مو دريان ومالك مشتري على شيء. ليش لسه في شيء تاني غير هاد؟ اكيد، بس هذا اللي متذكره هلا. طيب انت ليش عم تحكي لي هالحكي هلا؟ عشان تسامحني يا عاطف، انا غلطت بحقك كتير، خليني موت وأنا مرتاح الضمير وبري زبتي تجاهك. شو يا عاطف، ما بدك تسامحني؟ يا سيدي أنا من جهتي مسامحك دنيا وآخرة. روح الله يسامحك ويعفي عنك ويغفر ذنوبك ويرجعك طفل بريء مثل ما ولدتك أمك بجاه الحبيب المصطفى المختار. خي هلا ريحتني، الله يريحك. بس كمان يا لطفي، أنا بالمقابل بدي إياك تسامحني. ليش أنت شو عامل؟ تسلم لي عينك، شو كنت آدمي والله الطب ياكل عشاك. هاها بتتذكر يا ضو عيني، بتتذكر من 3 أيام لما سهرنا سهرة بضو القمر وتعشينا ببلودان؟ إيه بتذكر. يومها حطيت لك بالعصير سم بطيء يا حبيبي
وهذا السم هو سبب مرضك هلا، وهو يلي رح يجيب اجلك بعد شوي يا بعد عمري انت. انت إيه لكان شو مفكرني؟ ماني مشتلق عليك يا رطفي؟ إيه شو شايفني كل هالقد حمار؟ الله وكيلك وصيت لك على هالسم مخصوصي من صقلية، من عند أكبر زعماء المافيا. ومالك علي يمين كلفني أكثر من $5,000 عدا ونقدا. بس مو خسارة فيك حبيبي، مو خسارة أبدا، بتستاهل يا لطفي، تستاهل يا حبيبي. ولو نحن شركاء بالسراء والضراء، أخوة نحن، وما بيفرق بيناتنا إلا الموت. لك مو هيك يا شريك؟ أخ 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 يا مجرم أنت. بقى مشان الله سامحني، خليني أنا التاني موت وأنا مرتاح الضمير والوجدان. سمعني كلمة سامحتك، اللي سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. شو أبو اللطف؟ ليش سكتت؟ شو ما بدك سامحني يعني؟ الحمام شايفين حظي شو مسخام؟ مات قبل ما يسامحني. فيك يا ابو مزعل. شو يا ام صليح؟ شايفك مثل المقهوره وعابسي وحاطه العقد بوشك شبراين وطالعه مثل اسكندر ذو القرنين. شوف يا ابو مزعل، مشان الله اتركني بحالي وخذ هالخرفان من قبالي. لا يشبهون عليك فيه، والله يعنى هل ابو صليح بيحبك وابي يقدرش يكسر كلامك؟ وطول الطريق هو عم يقول لي ام صليح وام صليح وعملت ام صليح وساوت ام صليح، هلكني بذكرك. ومزعل انا مالي قليله عقل لحتى اصدق هالكلام. طيب افرضينا عم نقول مي مي مي، مش احسن ما يحترق لساننا؟ يعني ابو صالح رح يعمل اللي بدي اياه مشان صباي؟ أبو صليح كل هم ورضاكي، مش هيك يا أبو صليح؟ طبعاً طبعاً. بس يعني مثل ما تقولي أبو صليح أخطأ معك وهلا اقتنيه، هو ندمان ندمان كثير، مش هيك يا أبو صليح؟ في هيك شي. بس هو صاير عم يخطي معي كثير بالمدة الأخرانية. أستا يا دخيليك، كثرة الوقوع والشركلة بتعلم المشي. هاي قولك يا ابو مزعيل؟ الا هاي قولي. ولو يا ام صليح انا بدي اعلمك، انت الست العارفين. بس يعني مثل ما تقولي انا الي عتب كبير عليك يا ام صليح. خير ان شاء الله. وشو هو يا ابو مزعيل؟ ها يعني مش عيب عليك تبهدلي جوزك بعد هالعمر وتضربيه بعسل مكنسي مثل الكلب الاجراب؟ يعني بعز شبابه كنت تقليله يا روحي يا عمري يا نظري، وهلق بعد ما زادت شيبته وقلت هيبته وفضيت جايبته وشطت ريالته صرت تكش بوشه وتتطاول علاه؟ ما كان قصدي هيك يا ابو مزعل. يعني لما كان شاب كنت تدلليه وتجبري خاطره وتداري مشاعره وتغسلي له رجلاه، وهلق بعد ما صار ظهره مثل قوس المنجد ومنخاره مثل سندان الاسكافي وعيونه عمس الطعميص ونظره خف وصار يلوس بالصحن تلويص وما عندوش لوش حلو ولا كلمة ناعمة، صرت تقليله يا كركم يا مدربس يا مطيلس يا مقريف. أنا ما كان قصدي، لكن يعني اليوم
بعد ما هر شعره وانحنى ظهره وبرد دبره وقل قدره وهرهر واهتره من قدام وورا وما عاد يعرف الزلمه من المرأة، صرت تركبي على ظهره مثل البغل وتطوطحي برجليك؟ يعني فكرك مالو أصدقاء يدافعوا عنه؟ لكن أنا يعني لو ما عمل حاله بين إيديك حمار صبور وتسطح عند رجليك مثل الصرصور؟ ولك اخراس بقى يا أبو مزعيل، اخراس وكل هوا. إيه؟ أبدي دافع عنك يا أبو صليح، إنت صديقة. ما بدي هالدفاع، اخراس بقى وعلى نصتك، فضحتني الله يفضحك. وليش ما بدك هالدفاع بقى؟ ها؟ أنا بدي صالحك مع المرأة. إلها عم ضربك، ليش هي مصالحة ولا مقابحة؟ يخرب ديارك، في شغلات ما بتعرفها عني ام صالح، نكتها نكت ينكتوا كرارك. انت على نصتك ها؟ ولا كلمة. أنا بصراحة جاي حتى صالحك، وانت ما بتعرف ايش صالحك، بقى وقف مع جنب وبلا قلة أدب. لا عم، ولك رح يجنني هذا يا عالم. إيه؟ طيب يا ام صالح، تعي تقلك، تعي، تعي، تعي جاي. مور يا أبو مزعل. ام صالح، هلق بدنا نحكي على رواق. انت شو بدك من ابو صالح بالضبط؟ والله يا ابو مزعيل المساله بسيطه وما بدك كل هالعيطه. القصه انه ابننا صالح حابب يطلع اطفئي، وهالصبي عم بيقاقي ما عم بيلاقي، فقلت له لابو صالح يا ابو صالح يا ابن الحلال انزل على الشام وبحبش ودور بركدا تقدر تتحشوا بين رجال الاطفائيه. لكن هالمعتر قليل الحركه وقليل البركه كمان. طيب يا ام صالح شو بيقدر يعمل؟ ليكو الثاني ليكو قال شو بيقدر يعمل. طيب اسمع، قلت له جارتي ام دعاس اخو سلفتها بيعرف واحد ثقيل كتير بالشام، وهو كلمته ما بتصير كلمتين، هو من الاصل من هاون من عنا من المسيحيه، فقلت له روح لعند ام دعاس خلها تدلك عليه. رفض. لما رفض قمت انا طلع خلقي، هاي هي كل القصه. بقى بجوز هيك يا ابو مزعل. طيب ولا يهمك، أنا رح حللك مشكلتك. شلون يعني؟ أنا رح أمرق لعند أم دعاس ورح أروح معها لعند أخو سلفتها حتى يعطيني العنوان. يعني أنت رح تتواسط لي منشان ابني؟ إيه، شو المانع يعني؟ ابنك ابننا ونحن أولاد ضيعة مستحية وحدة. أروح إلهي يطعمك على هوانيتك يا أبو مزعل، ويطولنا عمرك بجاه كل من إله جاه عند رب العالمين. الله يكرمك، الله يخليك. يا 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 يلا السلام عليكم، بخاطرك هلق. مع السلامة، الله معك يا أبو مزعل. تعال تعال أبو صليح. أم صليح أبديش وصيك فيه؟ أبديش. يعني بظل أبو صليح مهما قلنا عنه بظل يعني طيب وقلبه مثل نفاجة القطن. إي والله. ولا يهمك يا أبو مزعل، الله يخليك. أبو صالح بعيوني. أنت بعيوني يا أبو صالح. يعني خلاص صافي يا لبن. ايه في هيك شيء. سبقيني لجوا. اما قصه وسيري، انت شو لك مصلحه بام صالح لتتحش لابنها بالاطفائيه؟ لك ليش هيك انت يا ام مزعيل؟ ليش هيك؟ ليش بتحبيش الخير للناس؟ وبدك اياها تتباهى بان ابنها صار بالاطفائيه؟ شو علاه؟ شو علاه؟ ان شاء الله يصير اطفائي، شو خربت الدنيا؟ وبدك اياه يلبس طربوش على راسه وحديد فضي ويتفتل لي بضيعه المستحي. لا مش موافقه، مش موافقه، مش موافقه، وهي طويله على سنينها لام صالح. ولك يا حبيبتي يا روحي، لا هي طويله ولا هي قصيره، نحن بدنا نخدم هالجماعه والثواب عند رب العالمين. طيب انت قلت لها لأم دعاس إنك بدك توظف صالح بالأطفائية؟ ما قلت لها ولا قالت لي، أخذت عنوان الزلمة منها بالشام عن طريق أخو سلفتها وجيت. ها لأنه ما بدي أم دعاس تعرف إنك عم تدلل أم صالح وابنها. ولا يهمك، أنا أبدللش إلا أم مزعل وبس. ليش كم أم مزعل أنا عندي؟ ها؟ 20 أم مزعل. طيب اسمع لقلة، إذا بدك تدللني بتنفذ اللي عم قلك عليه، فهمت؟ هاتي تشوف. أنت بتعرف إنه ابننا مزعل ما بيحب لا الفليحة ولا الحصيدة ولا الزراعة. ولو أنا اللي بعرف، ومش بس هيك، ابنك مزعل ما بيحبش ضيعة المسحية كلها.
قال يعني بيستعر أو بينعر منها اخصى على ومزعل بده يشتغل بالشيم عندي مسؤول روح قلبه المسؤول وشو بده يشتغل يعنى كاتي باش كاتيب ولا نايب هلا قصيني بلا مسخرة قعد منيح واحكي صحيح مزعيل رغبته يتوظف يا حاجب لواء يا مرافق مدير يا عنصر مخابرات هيك رغبته الولد هيك رغبته وطالما انت رايح عالشام تتوسط لأنبطيخ فالأولى فيك تتوسط لبطيخنا مزعي بس وساطين ثقيلي ثقيلي شو هالحكاية مش ثقيلي وساطين يا مزعيل لا مش ثقيلي ما فيها شي طعم التم تستحي العن طعم الهثم شو قصدك يعني؟ يعني خدلو معك هدية هدية؟ ومثل شو هالهدية؟ خدلو معك مثلاً يعني خروف؟ لا شو خروف انت التاني؟ شو بدك ابنك يصير وزير؟ كلها شغلته شغلة حاجي طيب شو فكرك ناخذ هدية؟ أرنب يعني ناخذ أرنبين؟ لكن الواسطة أرنب؟ لمزعل أرنب ولا صالح أرنب لا أرنب واحد لشو الكترة لشو أرنبين كتر المرعى بيعمي قلب الدب طيب مثل ما بتريد هاي لكن الله يرضى عليك لكينا روحي هلقتني ونقي لي شي أرنب مهبير مشان اتيسر فيه بكرة الصبح الشام بس أوعك هاه تزبط شغلة أم صالح وما تزبط شغلتنا لا ولا هو شو شغلي هايك بعدين اخذ بايدي هديه مش حي الله يعطيكن العافيه يا شباب الله يعافيك اهلا وسهلا مور ما يامرش عليك ظالم بتعرف لي فله السعاده لصاحبها ابو ثامر خرباصه هاي فيلتو نعم بدي شوفه إذا أبصرش ثقلي ليش مين بتكون يا نور العيون أنا أبو مزعل مزراب ابن ضيعته وقرايبه لأبو ثامر لأني من قرية المستحية أنا ليش معلمنا من قرية المستحية إلا من قرية المستحية وبيعرفك هو أنت شو بدك بها الشغلة فوت قل له قرايبك وابن ضيعتك بالباب واقف يلا شو هالتحقيق هذا استنى لحظة لشوف استنى الو مرحبا معلم سيدي في واحد عم يقول انه هو ابن ضيعتكم ايه هون عندي برا وجاي لعندكم بزيارة نعم اسمه ابو مزعل ابو مزعل ابو مزعل ايش مزراب أبو مزعل مزراب سيدي لا مزراب حاضر الله معك سيدي وصلوا لعند المعلم تفضل شرف شكرا يا خيي مع السلامة يعطيك العافية يا معلمنا الله يعافيك أهلا وسهلا تقول شي معلم؟ لا سلامتك يا أمي تفضل يا أخي تفضل الله يزيد فضلك ويديمك فوق راسنا ذخر أهلا وسهلا تفضل استريح ما عرفتنا على حالك منين الأخ؟ الداعي أبو مزعل مزراء من قرية المستحية قريتكن يعني أهلا وسهلا والسبعة نعم الحقيقة أنا صلي أكثر من 7 سنين ما زرت الضيعة يعني انقطعت مصالحي فيها أهلي كلهم صاروا بالشام حتى لهجتي صارت شامية أهلا وسهلا فيك يا أخ بكم يا سيدي بكم أهلا وسهلا مور والله الحقيقة يا سيدي إنه عندي طلبين اثنين وبدي من جنابكن يعني هيك تساعدوني بحيث إني أبعرفش حدا بهالدولة وقال أنتو الله يديم عزكين ويعلي مراتبكين بتهزوا الدولة هز شو هالحكيات؟ ها
هيك عم يقولوا، مش من عندي هالكلام يا سيدي. واني عم اطلب منكن هالخدمة باعتبارك اني يعني ابن المستحية، والشجرة يلي ابد فيش على كعبها قلعها اولى يا سيدي. المهم شو هالطلبين بقى؟ واحد لابني مزعيل الضربان بده يتوظف حاجب عن شي مسؤول، يعني مثل هالشباب يلي برا بيقعود وبيشرب شاي ويعني بس للأمانة مزعيل أخلاق عالية ومن جميعه، وما بيحبش الفليحة والتعتير، يعني مثله مثل غيره من هالشباب يلي هاجروا من الأرض وتركوها وتعبعبوا بالمدينة. على عيني. وغيره؟ في عندي يا سيدي طلب ثاني لجار عزيز كمان متعلق بابنه، يعني بده يتحشو بسلك الإطفائية، والثاني كمان أخلاق عالية للذمة والأمانة وشجاع وقوي وبيحب النار كثير يا سيدي. ماشي الحال ماشي الحال، بعون الله طلبك مقضي يا أبو مزعل، بكفي خدمك لأنك ابن ضيعتي، ويلي ما في خير لضيعته ما في خير للبلد كله. مظبوط يا أبو مزعل؟ مظبوط يا أبو مزعل ولا لا؟ والله يا سيدي مظبوط، والله يديمكن وينصركن على أعدائكن هيكي ويقصر، يعني الله يخليكن. المهم أنت أعطيني أسماء ولا يهمك. حاضر يا سيدي. غدا جاهز معلم؟ ماشي ماشي. تفضلوا يا سيدنا، وهي أسماء الشباب. على عيني، إن شاء الله طلبك مقضي بإذن الله يا أبو مزعل. وفي شغلة ثانية وبتمنى تاخذوها، يعني دخيلكين بمعنى الأخوة والهمشيرية إذا بتعزوني. وشو هالشغلة بقى؟ هالأرنب هدية من جنابي لجنابكين، مش رشوي لسمح الله يا سيدي، لا بس الواجب واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدي. ماشي الحال، شكرا لك يا ابو مزعل. يا صبري مر معلم، خذ الارنب من ابو مزعل. وينك صبري؟ عفوا سيدي، في شغله مهمه كثير بخصوص الارنب لازم قولها. انا قول قول ولا يهمك. الارنب يا سيدي طيب مع الملوخيه وبلا معلمية، إذا قطعتوه وشويتوه على النار بذوب لحمها، بذوب بدكن تنقعوه بالخل والثوم والزيت، ومش أي خل، لا شوية من خل العناب وكثير من خل التفاح، وبتعصروا له فوق هالخلطة حصروم مش ليمون سيدي. أيوة، وبهالطريقة بيقسى لحمه وبيصير طيب. ولا يهمك، رح نعمل بنصيحتك. اتفضل على الغداء. مش ممكن سيدي دخيلكن، مش ممكن. شو هالحكي؟ يعني مش ممكن، انا شبعت بدلالكن ليا. اي معلش معلش، قوم كم لقمه بس. على اتفضل. عيني وراسي. الحقيقة أنا لحالي بالبيت، العيال والولاد بالشاليه باللهدية، والله بعتك بالوقت المناسب حتى نتسلى مع بعض. تفضل تفضل كول. قلي لشوف، شو أخبار ضيعة المستحية؟ والله يا سيدي بدنا يعني هيك دعمكن. لأنه يا سيدي في بعض المسؤولين، يعني عم قول بعضهن يلي جايين من الضيع، بيخافوا إذا اعتنوا بقريتهن يقولوا الناس عنهن إنهن متحيزين لضياعهن، أي يخرب بيتكن. وعفوا يا سيدي أنا عم بقصدهن إلين، يعني إذا ما كان فيكن خير لضيعتكن رح يكون فيكن خير للشو. والله المسؤول الفلاني يا سيدي، وبدون ذكر الأسماء لا تحرجونيش، سمحولي سمحولي بتمديد المي لضيعته، سمحولي رفض، قال بكرة بيقولوا إني ما مددتش المي لضيعتي إلها لأنها ضيعتي. شوفوا يا سيدي على هالقافية العرجة، شوفوا. الحا معك يا أبو مزعل، تفضل تفضل كول تفضل.
على عيني يا سيدي، بس يعني قبل ما بلش في الأكل في كلمة هايكي يعني بدي أقولها، إذا يعني ما فيهاش إزعاج أو انطشاش أو يعني تنطعاش يعني. احكي ولا يهمك. الحقيقة يا سيدي إنهن قالوا لي، هن قالوا لي إنكن شايفين حالكن ورافعين من خاركن وشامين ريحة باطكن وبتحكوا من روس منافسكن كأنكن شامين ريحة بشعو. لا وشلون شفت؟ كله حسد يا سيدي. كله حسد وضيقة عين. الله يعلي مراتبكن ويديمكن لها الوطن ذخر. عم قلكن شو احتفافية، شو احتفافية، قد ما بتقولوا أكثر. ووظف صالح وعمل لي صفرة للمنظر مش للأكل، يعني على كل ضرس لون. قدم لنا المقمر والمشمر والمبهر والمشوي والمقلي وبالزبدية وبالصينية، شغلة فوقانية كثير كثير قد ما بتقولوا أكثر. الله يجزيك الخير يا أبو مزعل. هيك ها، هذا اسمه رجال. نيالك يا أم مزعل، والله بحزك على هالرجال. لسه ما شفتوا شيء. أبو مزعل لو بده بيهزها لشجرة الزيتون بينزل تفاح. الله يعزك يا أبو مزعل، يعني لو ابنك ما بتشتغل له مثل ما اشتغلت لابني صالح. وفوقيها هدا أرنب هالقد قده مهبير. ولا يهمك، هلق بعطيكي بداله أرنبين. لا مش قصة أرنب وثعلب، بس يكون بمعلومكين إنه البس أبي يصطدش الفار كرمال صاحب الدهر. شو قصدك؟ يعني وظفت ابني مزعل كمينة. يه مقواك يا ابو مزعل، والله بيطلع لك تكون انت مختار المستحية. حارق قلبي يا أبو زينب إنه هالشجر بأرضي كل ماله عمي بس، وعدان المي ما عم يلحقني دور إلا كل 15 يوم مرة. إيه اتحمد ربك واشكره يا أبو إبراهيم، أنا أحيانا مش عم يلحقني دور بنوب، وعم بجيب صهريج مي بالمصاري حتى أسقي بستاني. وبصراحة يا أبو إبراهيم مصروف المي دابحني دبح. طيب والحل؟ حاكم أنا وإنت بالهم سوا، وأرضي جنب أرضك، يلي عم يصير فيني عم يصير فيه. الحل بالبير، لازم نحفر بير بأي شكل. نحفر بير؟ إيه طبعاً يا أبو إبراهيم. إيه بس كلفته عالي يا أبو إبراهيم. الله بيدبرها، أحسن ما ندفع كل يوم والتاني حق مي. بس كمان يا أبو إبراهيم مش هون المصيبة. وين المصيبة؟ المصيبة يا أبو إبراهيم إنه حفر البير بده موافقة من المدينة، وإذا إحنا حفرنا بير من غير موافقة بيطمرونا يا وبيغرمونا بمصاري، ويمكن كمان ياخذونا على الحبس. طيب والحل يا أبو زينب؟ الحل يا أبو إبراهيم بدنا واسطة من الشعب. بالشام؟ بس أنا ما بعرف حدا بالشام. وأني ما بعرف حدا. إيه اتذكرت، خيك أبو مزعل بيعرف. خي أبو مزعل ما غيره؟ إيه أبو مزعل ما غيره. شو ناطر بعد؟ مو من 6 أشهر وظف ابنه بالشام. قوم قوم تنحكي معه. هلقتنية؟ ايه هلقتنية، دق الحديد وهو حامي. قوم قوم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. بلا مهلي. يا هلا يا هلا بمنظار. يعني شو بدي قلكين، طلبكن مقضي مقضي باذن الله، وابو ثامر خرباصة صاحباي صاحباي من الروح للروح. يعني هلقتنية غرضنا مقضي روا لعنده يعني؟ اي انتو روحوا لعنده واني راح اعطيكن العنوان. ايه قرة عيني، وشو بدنا نقول له؟ ها ها تفضلوا لقلكن شو بدكن تقولوا له. تفضلوا انتو بس قولوا له لابو ثامر خرباصة، قولوا له ابو مزعل بعثنا لعندكن، وهو راح يحطكن على راسه وراح ينفذ لكن مطالبكن. يعني ما فيها سقلي عليه؟ أعوذ بالله أعوذ بالله.
عم قلك الأبو ثامر خرباصة ملبسة سكرة يعني، وروح قلبه يخدمه لضيعته، هو خلي بعظمة لسانه قلي ابعاث مين بدك إياه لعندي، أنا بخدمه، أنا خدام إلك ولكل أهل ضيعتك. بقى أنت يا أبو إبراهيم يعني مقامك من مقامي، أنت أخي. طيب خي مزعل، ناخذ له معنا شهدية. أعوذ بالله، أوعكين اصلح كين، ها بدك تفوش علي إنت؟ أنا أخذت له أرنب ومشي الحال. الله يجزيك الخير يا أبو مزعل، بشرفي إنك شهم قبضاي. شو بدنا نساوي يا عمي؟ بدنا نخلو. نعم نعم. قل له نحن أولاد ضيعته وطرقين مشوار من المستحية حتى نزوره ونتشرف. نعم نعم. إيه طيب، وقفوا على جنب شوي، استنى لحظة انتبه. نعم. نعم. ألو، مرحبا معلم. في جماعة من الضيعة حابين يزوروك. إيه، لا هون عندي بلد. طيب، حاضر. الله معك. يا صبري، صبري. يا معلم. تعال شوف. خذهم وصلهم لعند المعلم. حاضر. هوام سرعة. كثر خيرك. كثر خيرك. تفضل. السلام عليكم. تفضل، تفضل يا أخي، تفضل. السلام عليكم ابو ثامر. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين، كيف الصحه؟ تفضلوا اقعدوا، تفضلوا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقه نحن اسفين على الازعاج، بس مضرورين ومضطرين. اهلا وسهلا ومرحبا. امروا. عرفتوا لهالرجال؟ لا والله. مين بيكون بلا صغراء؟ ولو الاخ بيكون قريبه لشخص عزيز على قلبك. عزيز على قلبي؟ ايه. مين بيكون يعني؟ لازم تكون عرفته من الشبه. بيكون خيو لأبو مزعل. مين أبو مزعل؟ ولو أبو مزعل مزراب. كمان ما عرفته. ولو يا أبو تامر، أبو مزعل مزراب يلي هداكن الأرنب. بس الحقيقة الحق بإيدكن تنسوا، أنتوا مشاغلكن كتيرة. عرفته يا سيدي؟ إيه هلا عرفته. أبو مزعل أنا ببقى خيو. والسبعة نعم، أهلا وسهلا. شلونكم؟ إن شاء الله. والله أبو مزعل بيسلم عليك وبيقول لك إن تدبرنا رخصة مشان نحفر بير بالمستحية مشان الأراضي تشرب. بقى أنتو وسماحة نفسكم. تكرم عينكم، على راسي، بتستاهلوا أنتو. يعني هلق تنية شغلتنا بتمشي؟ ولو أنا رح أبذل كل جهدي، بس بدي أسألكم سؤال، قديش بتبعد أرضكم عن الطريق العام؟ 5000 متر. ماشي الحال، تفاءلوا بالخير إن شاء الله. يا صبري، وصينا على شوية فراريج وشوية كباب وشوية مشاوي من المطعم الصحي، يعطيك العافية يا ابني. والله لبك عليكم يا أبو ثامر. إيه لا ولو، ما ممكن تروحوا بلا غدا، أنتم من ضيعتي، ضيعة المستحية. شلون هيك؟ شلون؟ شلون ما عرفني؟ معقول؟ والله يا اخي يا ابو مزعل ما عرفك. انتو كنتوا قولوا له ابو مزعل مزراب يلي هداكن الارنب. هو مش حلو تحطوها على عينه، بس لازم تذكروه يا خي. اي هو تذكرك مضبوط لما ذكرناه بالارنب. اي بس الشهاده لله، الزلمه شهمه قبضاي، غدانا وحلانا واحتفل فينا كرمالك. اي واعطانا موافقه حفر البير. الله يا خي ابو مزعل، تاريخ دولة ولك صولي وجولي. شو بدنا نساوي يا عمي؟ يعني بدنا نخدم. يا خي ابو مزعل، ممكن تقبل مننا هالخروف هدية؟ ايه ممكن. تكرم عينك يا خديجة، انت قولي لي واني بتصرف. يا ستي قالوا لي انه ابو مزعل بيعرف مسؤول كبير بالمدينة وبدنا اياه يحاكي لنا اياه مشان 200 كيس شمينته بالسعر العادي. بدنا نعمر اوضه للولد بهالبستان، بتعرفي كبر وصار بده اوضه ينام فيها لحاله. واذا صارت هالشغله يا ام مزعل، لك مني نعجه هالقد قده. تكرم عينك يا خديجه، اليوم المسا بحكي مع ابو مزعل. اهلا وسهلا ومرحبا. ما تعرفنا، مين حضرتكم؟ نحن من ضيعه المستحيه، ضيعتكم يعني. من المستحيه. أنا عمو أكرم. منين من المسيحية بالضبط؟ أنا ساكني بقرب وادي الجلغوم، وهذا
ابن عمي مسعد، وخواتي نوري وعزو واقفين برا. يعني انتو بتعرفوني يا ابن هلا؟ بصراحة لا، لأنه أنا كمان ما عرفتكم. ولو نحن جيرانه لأبو مزعل. مين أبو مزعل؟ أبو مزعل، أبو مزعل مزراب يلي هداكن الأرنب بالسنة الماضية. أهلا. أيوة أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أمر، بصراحة بدنا 200 كيس شمينتو بسعر رخيص، بدنا نعمر أوضة للولد بالبستان. بقى بحق موانة أبو مزعل عندكن، ومعستوا عليكن إنكم ما تردونا خايبين. لا ولو، انتوا اهل ضيعتي وانا بالخدمه. يا صبري. نعم معلم. يرضى عليك، وصينا على صينيه اوزي وصدر كنافه من مطعم مرايا. حاضر معلم. الله معك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ومرحبا. لك يا عمي، انا وياه، انا وابو ثامر خرباصه مثل الاخوه، عشرة عمر، يعني عشرة طويلة الأمد هيك. ايه، وحطلنا هالأكل وهالشرب وهالفواكي، وكله كرمالك يا أبو مزعل. طبعا كرمال خاطره، لك منين نعرفه نحن؟ ترى هو كان رح ينسى، بس لما ذكرناه بالأرنب عرفك رأسا. الحق بإيده، في بضيعة المسحية أكثر من 2000 أبو مزعل. الله يديمك يا أبو مزعل، الله يديمك، أنت فضلت. وهلق يا أبو مزعل، ممكن تقبل مني هالمعزاي؟ ليش هو هالغلبة يا عمي؟ ليش هو هالغلبة؟ نحن بدنا نخدم وبس. معلم بوثامر، انت بلا زغرة بتعرفناش، نحن جيران لخي ابو مزعل، ابو مزعل مزراب، اللي ابو مزعل مزراب يلي هداني الارنب، مو هيك؟ اي نعم يا سيدي بالضبط. والحقيقة هو بسلم عليك كثير السلام، وكان حابب يجي معنا، بس الله يعينه، مشغله كثير، الله يعينه. يا ابو مزعل بيأمرني امر. يا صبري. حاضر معلم. المهم خير، شو الطلب؟ احنا يا سيدي مستملكين ارض، وهي بالاساس املاك دولي، بس الدولة ما انذرتناش بانه نكف اليد عنها، وصرنا فيها 25 سنة. بقى بحق المودة والمعزة اللي بينكم وبين خيب ومزعل تنهون هالقضية بأنه يصدر حكم من الإصلاح الزراعي لصالحنا. تكرم عينك، بس هلأ قوموا نتغدى بعدين بنحكي. جاهز يا صبري؟ جاهز معلم. تفضلوا. يزيد فضلك. أهلا وسهلا. بالمهل يا سيدي، شارفوا. تفضلوا. أهلا وسهلا، شارفوا. خي ابو ثامر، بلاش مواخذي، شو هالأكلة؟ يا سيدي هاي مي، مي وبس. لا شو مي، رح ازعل منك. ها هاي شوربة الأرنب يلي هداني يا صديقي وحبيبي أبو مزعل مزراب. تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا. شبكن عم تصفنوا ببعض؟ تفضلوا، إن شاء الله فيها ألف صحة وهنا، بس اوعكن الزرزبوا على أواعيكن. ها مثل ماني ما قلك يا ابو مزعل، اعتذر ورضيش يقضينا شغلنا، وفقيها بطعمينا ما يبقى لك هاي شوربة. شو الحكي، شو الحكي، مش عم صدق يا عيلم. معقول ابو ثامر خرباصة ابن المستحية يعمل هايك؟ مش عم صدق. يا حيف عليك يا ابو ثامر، يا حيف عليك يا ابو ثامر خرباصة. يا جماعة فعلا العز بيلبق لناس وناس، وهالزلمي هذا مريحه على ذيله. معلوم يا عمي، معلوم، صار مسؤول، صار مسؤول على الكرسي وتنكر لأهل ضيعته. فعلا يا جماعة الكرسي بتنسئ. خيبو مزعل، أنا جبت لك سلة هالبيض، وبتمنى بتمنى أنك تقبلها مني وتخجلنيش. وهاي قدرة اللبن كمان، لبن بلدي خيي غنم، كرمال أنك تعذبت وقدمت مساعدتك. وهاي قطرة ميز العسل خييه، كرمال شهامتك. بس هذا كثير كثير يا جماعة، خجلتموني.
نحن بدنا نخدم وبس.